الحكايه اولها ايه؟ يوم طلعت على الهواء وقلت كده، طرحت السؤال على حضراتكم، هل اي ترشيح الرئيس لفتره ثانيه؟ رقم واحد نعم، رقم اثنين لا. وقلنا الكلام ده اللي هو يوم الثلاث، وجالنا الاف، انا بقول لكم اهو الارقام، الاف الرسائل ومداخلات هاتفيه مفيش فيها مداخله واحده مفبركه، تقريبا بنسبه عن 98% تقريبا يؤيد ترشيح الرئيس لفتره ثانيه. ثلاث يوم الاربع نفس السؤال على صفحتي على الفيسبوك، نفس السؤال فيسبوك، جات النتيجه ايضا كاسحه اكتر من 95% يؤيد ترشيح الرئيس لفتره ثانيه. يوم الخميس على صفحتي على تويتر، عاملها بقالي كام ساعه، سؤال هل ترشيح الرئيس لفتره ثانيه ولا لا؟ بدا هنا بقى الموضوع، بدا تويت، تصويت كان ماشي في الاول من مصر جيد جدا، ثم التصويت بدا، الكلام ده كان خلص الصبح على الظهر اخر النهار، بدا يقلب الموضوع شفاف جدا، فيسبوك بيدخل يعمل ولا بتاع خالص ولا شيء خالص، يعني كنت بقرا لحضراتكم رسالها على الهواء بارقام تليفون، مفيش لينا مصحة على الاطلاق لا ولا كده. لقيت طبعا النتيجه اللي طالعه، تطلع النتيجه ده رأي، طب نشوف الرأي اخباره ايه، هل دي حقيقيه ولا مش حقيقيه، هل دي بتعبر عن المصريين ولا بتعبر عن اشقائنا اللي موجودين ولا بتعبر عن هنا مين اللي عمل ايه، ايه الحقيقه، الموضوع حصل فيه ايه؟ لقينا 81% ضد ترشح الرئيس لفترة تانية، و 19% مع، تمام وارد وارد عادي لحد دلوقتي عادي. طب اقول لكم التصويت حصل في ايه ومين، ادي التصويت اللي عاملين عليه كانه مش عايز اقول لكم قد ايه، بقول لكم التصويت ايه هو بالظبط والدول، عشان بس حضراتكم قاعدين كده من حضراتكم تابعوا وركزوا. التصويت من مصر 3240 صوت، من قطر عشان قطر يومها كله ادلب باصواته كله، يعني لقيت شعب قطر بالكامل بما فيهم تميم واسرته وعيلته، كل الشعب قطري عمل على الاستفتاء بسم الله ما شاء الله 2975، المملكه العربيه السعوديه 614، دوله الامارات العربيه 98، دوله الكويت اللي فيها معقل بتاع جماعه الاخوان معقل زيها زي قطر 2315، البحرين 88، 916، المغرب 315، الجزائر 615، عمان 241، تونس طبعا النهضة وما أدراك ما النهضة 623، السودان 18، المملكة المتحدة بريطانيا و 217، تركيا معقل جماعة الإخوان الإرهابية 1916، أمريكا سيئات عبوة وأعوانها وكل عملاء السيئة 191، كندا 59، أوكرانيا معرفش بيعملوا أوكرانيا بتوع الإخوان 111، أوكرانيا هم الأوكرانيين بيتابعوا يعني حاجة غريبة جدا 111، 273، كله كام الهيصة دي 15635. طب وانا بعرض على حضرتك الكلام ده، خدوا الكلام ده وبقى خبر في كل حته وعلى صفحه احمد موسى عمل وسوى واستفاء والناس قالت 80% مش عايزين الرئيس يخوض انتخابات مره ثانيه، ده 15000 و 15000 مش من مصر، يعني تتكلم على كام واحد من مصر؟ كام؟
والباقي كل من هو ده الموضوع.